فتبقى هذه الأركان الأربعة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. وإلى الكعب داخل في الغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذه إذن أربعة أركان جاءت في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو توضأ الإنسان واكتفى بغسل هذه الأربعة وضوءه صحيح. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فاكتفى بهذه الأركان الأربعة، قال هذا وضوء من لم يحدث، يعني من أراد أن يجدد الوضوء فقط دون أن يحدث. يعني مثل الآن مثلا صلينا المغرب ثم بعد ذلك جلسنا إلى وقت العشاء ولم ينتقض وضوءنا، يستحب لك أن تجدد وضوءك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وضوء من لم يحدث تغسل هذه الأربعة فقط يكفي، وغسل الوجه وغسل اليدين للمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين.